لاباس كي دايرين؟ شخباركم؟ بغيت نحلك لاباراي وديو عينيكم على هاد الوجه زوين. مهم كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير على خير؟ مزيان. اليوم غنديرو واحد شيوا اسيليا، واحد طاجين، كلشي كيحماق عليه، كلشي كيبغيه، مكاينش اللي ما كيبغيهش. ديال البرقوق، البرقوق باللحم مع السل. المهم نبداو المقادير. عندنا هنايا، عندنا هنايا 4 ديال البصلات مويان مقطعين على هذا الشكل مربعين هكا، وعندنا هنايا نص كيلو ديال اللحم ملج. المهم هو مزاج جديد. ندوزو المراحل الاخرى. عندنا هنايا البرقوق اللي غادي نعسلو، العسل اللي غنعسلو انا بالعسل، ولا ما عندكمش العسل ديرو سنيده هادي. ندير القرفه عواد، قرفه غبره، ربيطه ديال القزبر والمعدنوس صغيره. عندي هنايا راكو عارفين شكون هادا، الزعفران شعره. عندي هنايا معلقه كبيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال السمن، معلقه كبيره ديال السكنجبير، اي عندنا شويه ديال يا ربي مشات لي سميتو، شويه ديال الابزار، اي شويه ديال الملح، ماشي بزاف، هي شويه ديال الابزار. هاد راه غير شويه، كيبان لكم كثير مي هو راه شويه. وعندنا هنايا زيت البليه ضروريه، وصافي هادشي اللي كاين. هذا هو باش، هذه هي المرحله الاولى ديال المقادير اللي وريتكم. هما وريتكمش هذا البويو اللي عندكم دامت البنة، انا درتها ودرت عليها الماء سخون وعطاتني هذا الشكل، ودرت معاه شويه ديال الزعفران شعره باش تبنن وصافي. ايوا نبداو على بركه الله. دابا غادي نضيفو زيت الزيتون او زيت العود او زيت البليه. غندير واحد الكميه شويه، يعني واحد ربع كاس قولوا هكاك ديال الزيت. ما عندكمش زيت البليه ديروا زيت عاديه، يعني ماشي مضطرين انكم ديروا شي حاجه. وكيما كتشوفوا انا نضيف الثومه، درت شويه زيت البليه، ودابا درت الثومه باش تقلى معاها باش تعطي داك النكهه. غندير الملج كذلك حتى هو. الملج راه ديجا فيه داك المخ ديالو، يعني عادوهني بزاف، اذا ما تحاولوش ديروش بزاف ديال الزيت. غندير درت الخرقوم وسميتو شويه ديال السمن، ماشي بزاف، واحد معلقه صغيره باش تعطي ديك النكهه. درت ايضا سكنجبير، الابزار، ملحه. صافي، وبعدين نحركهم واحد شويه، وغادي نضيف لهم واحد شويه ديال الماء باش تجي المرقه، باش ما تحرقناش ديك العطريه وتقدر انها باش تجي زوينه، حيت ما كتحرق العطريه ما كتبقاش عاطيه ديك البنه ديالها. داكشي علاش غادي ندير شويه ديال الماء وصافي نسد عليها تقلى. ايوا ها هي، بعد ما تقلات وشرب مزيان داك اللحم، داك العصوص ديالو، داك العطريه، غادي نضيف ليهم هاد جوج عظيمات ديال التمر باش كيطيبوهم ليا، باش كيطيب ليا اللحم، شي لك اللحم شارف ولا شي حاجه كيطيبو. وصافي، والبصله كذلك ديروا نتوما كميه كثيره. واما بالنسبه الماء ما ديروش بزاف د الماء باش اللحم يطيب هو هذاك. صافي، غادي ندير الزعفران شعره، والقرفه كذلك حتى هي غادي نديرها عواد. وصافي نمرق. دابا ما ديروش الماء بزاف كما قلت لكم باش يجيكم زوين. ونسد عليها واحد ربع ساعه ونحل عليها. لقيت اللحم طاب راه مزيان، والماء انا درت كما شفتوا شويه. صافي غنسد عليها ومن بعد
نتلاقى ومن بعد ما يطيب باي. ودابا غادي نغسل البرقوق. ضروري خصكم تغسلوا البرقوق ضروري لان كيكون فيه الغبره، كيكون فيه بزاف ما كتعرفوش شنو دايز فوق من البرقوق ولا شي حشره ولا هذا. حاولوا تغسلوه مزيان. وإلا كان عندكم البرقوق بحال دابا جبتوه قاصح بزاف وديك الحمات ديالو لاصقه عليه على العظم، خليوه يترقد واحد ساعه في الماء وعاد طيبوه، عاد ديروه يطيب. كيطيب بالزربه وما كيبقاش من كيطيب كيهرى وكي ديك اللحم ديالو كيطيح. ديروه كما قلت لكم شويه واحد الساعه يرقد في الماء عاد تعسلوه. صافي دابا نضيف له داك البويو اللي قلت لكم وصافي. هذا الشيء اللي كان يعني سهل انك تعسلي البرقوق بالزربه، البرقوق ولا المشماش ولا اي حاجه. ودابا غادي ندير البرقوق يطيب باش على عليه العافيه باش نديرو يتعسل. كما كتشوفوا درت القرفه ودرت داكشي، غادي نغطيه ونخليه باش يتعسل وصافي. ها هو شرب داك المرقه وداكشي جا بحال هكا. غادي نضيف عليه دابا القرفه، ودرت ديجا انا درت القرفه عواد معاه قبل. دابا ندير معلقه صغيره ديال القرفه عاديه، قرفه مطحونه زعما صافي. غندير واحد شويه ديال الماء زهر باش كيعطي واحد البنه زوينه، لان من كنعسل انا بالعسل كدير داك شويه ديال الزهر كيعطي واحد البنه رائعه جدا. انا عسلت بالعسل كما قلت لكم، نتوما الا ما عندكمش عسل ديروا السكر، يعني ماشي ضروري. هي ملي كتكون عندك الحاجه كتبغي انك تقاديها وتديري شي حاجه زوينه نيت، حيت العسل ماشي هو السكر، كيعطي واحد المذاق اخر. نتمنى انكم تجربوه. ومهم اللي جربوا قبل راه عارف كيجي جديد. صافي نحركهم نحركهم شويه هكا باش ما تبقاش ديك القرفه من فوق. وصافي غادي نرجع الطيب عاوتاني باش تعسل مزيان. ايوا كما شفتوا من بعدها نتوما تعسلات، رجع زوين، ما كياخدش وقت طويل في الحقيقه باش يتعسل دغيا دغيا. انتما المرقه كي دايره خفيفه ما بينش ثقيله، معسله ومزيانه. صافي هادشي اللي كاين. وها انتما جات المريقه مقليه ثقيله دابا مع الضباب ما كتشوفوش. وصافي طاب اللحم ديالنا ما كتشوفوه، جا باين عليه جديد جديد جديد. هاد الطاجين اصلا كيكون بنين يعني غير بالمكونات ديالو بنين. ايوا صافي غادي نحطو دابا نوريكم الشكل النهائي ديالو، بقاو معايا. المهم هو وجد الطاجين ديالنا ديال اللحم البرقوق كيجي على هاد الشكل، الحلمة طايبة مزيان وشادة في راسها، يعني مخصهاش تكون عاوتاني هابطة زعما مشتت اللحم ولا شي حاجة، خصو يبقى بحال هكا طايب وفي نفس الوقت شاد راسو. والمرقة خصها تكون هكا خاترة تقيلة شوية. هانتوما غتشوفو معايا، هانتوما شتو كي دايرة المريقة، مازال فيها شوية د البصيلة وفي نفس الوقت تقيلة. كنتمنى انها يكون عجبكم، يعني البرقوق اللحم اي واحد كيديرو اي واحد كيعرف ليه، غير هو كل واحد شنو كيزيد ليه شنو كيزيد في المكونات. انا هادي المكونات ديالي، كنتمنى انه يكون عجبكم وديروه وردوا عليا في التعليق. وكذلك غادي نضيف له واحد شويه ديال المرقه ديال البرقوق كنديرها له باش كتعطي واحد البنه زوينه بزاف. ديك المريقه اصلا فيها غير العسل وديال المرقه ديال البرقوق. كنتمنى انه يكون عجبكم هذا الفيديو ولا طيبتوها بالصحه والراحه. وباي باي عليكم وشكرا. كنتمنى انكم يكون عجبكم هذا الفيديو وباي باي عليكم. هذا هو الشكل النهائي ديالو كما تشوفوا. وما تنساش ديروا لي تعليق وابوني ولايك وباي باي.